اسمع داك الميكروب مراد، ما غنسن ليك انا ما كنخافش. انا صونيت ليك لانني قدرتك. شتي جالس كتبكي على مراتي، جالس كتقول باغي يرجع ليك، هادي ما هادي قدرتك، لان اللي ما كيقدرش الراجل راه ماشي راجل. ولكن ملي خارج بسطوري جالس كتقول بغيتك، يا راه ماشي لعبه. شادو على هاد السيد هذا، واحد الممسخ هذا خرج جالس كيبدا يهضر ليا على المدام، هو بعيد كون انا ورفعت به دعوه قضائيه. فوت عليك المدام، انا كنعاود نقول لك فوت عليك المدام، راه ما تفوتش عليك المدام، راه غادي نزباليها انا وياك. ما تبقاش تصوني للمدام، هي راه دويت معاها وغادي نهرس ليها ديك النمره. ما تبقاش يا راه ولات مراتي مرات الراجل على سنه الله ورسوله. انا كنعاود نقولها ليك، ما تشوفش راسك كان في اوكرانيا كيتسحب لك قطعتي الواد ونشفو رجليك. غتفوت عليك مراتي قدام الناس، ما غتفوتش عليك مراتي، راه غندير انا وياك اكبر شوافة في العالم كامل. وانا كنعاود نقولها ليك اتونسيو الناس صوني للمدام، انا كنعاود نقولها ليك، خلي وجهي زوين مع البيبليك، انا كنعاود نقولها ليك. واسي نزار، وهذا ميساج ليك، واعطيني التقار وراك عيقتي. واش كتعيط ليا 70 مليون مره في النهار؟ واش عندي غير انت؟ علاش كتعيرني اخويا؟ علاش كتعيط ليا تسبني؟ واش انا قربت ليك؟ هضرت معاك بيني وبين هذا حسي، قلت لك 70 مليون مره، ويا راه 7 سنين هادي ولا 8 سنين، وكنا صغار، كانت كتبغيني، كنت كنبغيها، كنا باغيين نتزوجوا. إذا شفتيها هي دابا كداخله كتشوف ستوريات ديالي ولا شي حاجه، ولا انا كنشوف ستوريات ديالها عادي. هي عطيتها التقار، انت الله يسهل عليك، يعني انا عطيني التقار غادي تبقى دير بحال هكا، غادي نخرج غادي نقول لها راه كنبغيك دي، وغادي نوليو في المشاكل، وتقول لي هي تقول لك كتبغيني، وانت كون ما كنتيش عارف هذا الشيء وما عارفاش انا عندها احساس، وباقا كتدخل تشوف ستوريات ديالي، الكره كاع ما غادي تجي تبقى دير هاد الحاله كامله. يعني سير تكمش، الله يعزك والله يسهل عليك بالرجوله. ولا كنت غادي تقول لي علاش انا كنشوف ستوريات ديالها عادي، من حقي، حب الاستطلاع راه كيشوفها عندها 300 الف واحد كيشوف ستوريات ديالها.